والحين ايش عندنا تراد؟ ايش رايك يعني ما نقدر نكمل أكيد. بدايتنا الا بوجود كابتن ريما. ريما لايف طبعا اللي بتعيشنا دائما بعفويتها الحلوه. خلينا نروح نشوف كابتن ريما لايف ونرجع لكم. مساء الخير طبعا تراد، ومساء الخير للميا، ومساء الخير لكل من يشاهدنا عبر روتانا خليجية وفي برنامج ساعة شباب وفي فقرة كابتن ريما لايف. طبعا بس تعقيبا او كلمتين طبعا اكيد انا مستني إيه انا ما اقدر حقيقة يعني شايف تعابير وجهك هو انت دخلت موضوع الممشى انت ولميا، فبما ان السالفة فيها رياضة وطبعا انا يعني يمكن هذا شيء كثير يهمني. انت تكلمت يمكن على سلبيات، بس من الايجابيات اللي لقيناها في الممشى ان في تفاعل كبير، في بدأنا نشوف في وعي من قبل الشباب والشابات بأنهم يمارسون الرياضة، فأتمنى الاهتمام بهذا الموضوع طبعا لعوائدها المفيدة والمهمة لصحة الإنسان من جميع النواحي سواء كانت فكرية جسدية نفسية وإلى آخره. عموما طراد ولم يمشاهدين مشاهدين روتانا خليجية وساعة شباب وفقرة كابتن ريما لايف، طبعا كل يوم بيكون معايا ضيف عن طريق السناب نعمل معاه مقابلة خفيفة. اليوم ضيفي بيكون ضيف ناقد ساخر جريء جدا وستان ستاند اب كوميدي ومهندس. خرجنا عن اطار موضوع الستاند اب كوميدي او المهنه اللي هو بيزاولها الحين، واتكلمت معاه وسالته سؤال خارج الموضوع. هل انت مع عمليات التجميل للرجال او لا؟ خلونا نشوف. علاء عنبر، هلا بالعيال، كيفك يا علاء؟ الحمد لله، نورت كابتن ريما لايف. النور نورك يا كابتن. علاء عنبر انت كيف؟ صدق هذا السؤال من الآن ما لقيت له إجابة، مع أني أنا اللي اخترعت السؤال ده. أنتو كيف؟ كم حلقة يا علاء في أنت كيف؟ الثالثة والرابعة في الطريق. متى بتكون؟ الأحد الجاي إن شاء الله. علاء، هلا عنبر، إيش عنوان الحلقة بيكون؟ حصري لروتانا عن مناسك الحج. يا عيني، كيف بس؟ شيء جديد؟ تحشرين كابتن. بتقول ستاند اب كوميدي إن شاء الله حيكون غالبا في لاس فيغاس بعد شهر من الآن. بعض المبتعثين اللي بيكونون ان شاء الله في امريكا يروحوا العلاء ان شاء الله ابغاهم يشاركونا، وبنعمل سليبرتي كذا وكامبين يظهر المبتعثين ايش بيعملوا في الاوت دور اكتيفيتي خارج عن شغلك تماما. هاتي، ما رايك في تجميل الرجال اذا كانت لا قدر الله تشوه حوادث، اما نفخ مع او ضد؟ لا ضد. في فكره حصريه حتكون لبرنامج ساعه شباب في فقره كابتن ريما لايف، شيء احد غششين الفكره؟ لا، الفكره ان احنا نعمل كامبين زي البازار للمبتعثين اللي عندهم حرف، اللي عندهم اعمال كيك كوكيز ما عارف ايش، يعني بنعمل لهم كذا زي. اعطيني واحد شعر لو سمحت. اجل انت فاتنتي، انما ارى عزه النفس لي افتنه، فان كان عندك سحر الجمال فسحر الرجوله عندي انا. شيء توجه للشباب يا علاء؟ من تجربتي البسيطه اقول للشباب دائما مهما احبطوك وثبطوك الناس وسحبوك على تحت لازم يكون عندك رساله تعيش وتموت عشان توصل. يعني حقيقة كابتن ريما دائما أسئلتك ودائما مواضيعك في الصميم. إيه أنا برجع لك عليها. يعني لا 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 أنا حاخذ رأيك طبعا، حاخذ رأي تراد ولمية في الموضوع هذا. بس قبل أروح طبعا سمعنا علاء عنبر إنه تكلم إنه حيكون إن شاء الله في حدث كبير في لاس فيغاس وستاند أب كوميدي. الحمد لله إنه في عندنا، يمكن سمعنا كلمة الملك سلمان الله يطول في عمره إن شاء الله عن إنه يعني اعطوا واجهة للمملكة العربية السعودية بالشيء اللي يرفع شأنها، وطبعا في كثير الحمد لله وكوادر كثير مثلونا بأفضل تمثيل كانوا صحيح. في من المبتعثين سواء يمكن شفنا من أنقذ شخصة ومن كان من أوائل المبتكرين في الدول الأوروبية، وشرفونا الحمد لله على أكمل وجه. وطبعا إن شاء الله حنشوفكم بإذن الله في لاس فيغاس وتروحوا تحضرون الإيفنت أو الستاند أب كوميدي اللي قال عنه علاء عنبر. بس قبل هذا كله يعني بروح لتراد ولم، إيش رأيكم في عمليات تجميل الرجال؟ تأيدونها ولا ما تأيدونها؟ أنا ضد تماما. أنا ضد صراحة. كلنا تماما نهائيا، لأنه يعني خلاص أنا أعتقد التجميل يعني هو للمرأة أكثر شيء، حتى للمرأة في عليه قيل وقال، ولكن عشان كثرة العمليات اللي صايرة. إجابة سريعة، نعم أو لا؟ يعني لا بشكل عام. حتى أنت فاجأتيني برأيك. لا أنا مو ضد أنه الواحد يهتم في نفسه، أكيد ممكن الناس تهتم في نفسها بنات أو شباب، بس طبعا مش بالتجميل. ريما قبل الفاصل ابغى اعرف اي ولا لا انت؟ انا مع نعم ونعم ونعم. بنعم نختم طبعا هذه الفقره، وحنرجع لكم باذن الله في ساعه شباب بعد الفاصل، خليكم معنا راجعين.